تتصرفي بقى، تطلعي تنزلي، انا عايز اعمل مساج، انا جتتي مكسره خالص. انا اعمل لك مساج يا يوسف، تدفع لي كم؟ تدفع لي كم ايه؟ كل حاجه اطلبها منك تقولي لي تدفع لي كم ايه؟ فلوس جواز مش فلوس مساج. ما انا عارف ان فلوس الجواز حاجه وفلوس المساج حاجه. في ايه؟ انت مالك بقيتي ماديه ليه كده يا كوكو؟ ما فيش محل عندك للمشاعر، للعواطف، لللف يعني. عايزة أزور مصر يا يوسف وأعمل شغلة لحسابي. إيه؟ تزوري مصر وتعملي شغل لحسابك كمان؟ إيش إيش إيش؟ أنا رايح أبيع المية في عرض السقايين يا عيني. عموما مصر بترحب بيكي في أي وقت يا كوكو، شفتي بقى المصريين جدعان إزاي؟ المهم عندنا بريك ساعة واحدة قبل الذهاب إلى مصنع كلود. ايوه اعرف اعرف ان عندنا بريك ساعة واحدة قبل الذهاب الى مصنع الجلود. ماشي اتفضلي. بتعملوا ايه؟ بنحمل الطلبية دي حق عشان في عربية تانية نحملها ان شاء الله. ايه يا دلال؟ حضرتوا يا بنتي الطلبية بتاع الحاج نصر؟ انا اديت الاوردر لزكي من اول ما وصلني يا حاج. اوردر وزكي؟ انتوا هتشعطونا لبعض، ايه الحكاية؟ الراجل زعلان مننا. مفيش حاجة يا حاج، في شوية نواقص بس بنكملها من السوق. نفس الكلام الخايب. وبعدين بقى انتوا هتقرفوني. حضرت طلبية طنطا؟ ايوه يا حاج جاهزة. طب هات الورق وتعالي ورايا. حال اتفضل يا حاج. برضه يا حاج، هو انت مش هتبطل الحركات دي بقى؟ حركات؟ حركات ايه يا بنتي؟ انا بتاع حركات؟ انا جيت امسك الورق انما ايدي مدت نفسها ومسكتك انت. ايه في ايه؟ وانا فيها كهربا ولا ايه؟ حاجه زي كده. خد بالك بعد كده عشان ما يحصلش مس. يحصل مس؟ هو لسه هيحصل مس يا بنتي؟ المس حصل وخلاص. حصل فين؟ حصل جوه، جوه قوي في قلبي. انت مش حاسه ولا ايه يا حاج؟ هزعل. انت ليه محسسني ان في نظرك مش تمام؟ مش تمام؟ وهتزعلي؟ تزعلي لما انا قلبي رفرف من جوه لما بشوف على الصبح الوش السمح ده، ولا عينيا بتزغلل لما بلاقي ابتسامتك الحلوه دي بتنور لي الدنيا، ولا جسمي كله بيترعش لما بشوف القالب اللي احلى من قالب الزبده ده قدامي؟ يا حاج كده كتير قوي. لا هزعل، انت فاكرني ايه؟ بس يا بنتي انت هتزيحني ولا ايه؟ صلاح العصافير يا حاج. يخرب بيت العصافير دي، خلقه واحد يقول عصافير؟ امال مين يقول صباح العقارب، صباح الحمير؟ جاتك خيمه على منظرك. انا عملت ايه يا حاج؟ سيب ده، ما تعملش حاجه، امشي اطلع بره، امشي. هدي اعصابك يا حاج، مش كده تأمرني بحاجة تانية؟ استغفر الله العظيم، انا بصراحة نفسي امرك بحاجات كتير بس مش وقته. طيب الحاج سعد بره، جاته خيبة، ما انا شفت خلقته. خليه مرزوق بره دلوقتي لما راجع الورق اللي انت جبتيه ده. عيني، عن اذنك يا حاج. اذني؟ اذني كله معاكي. بصراحة ربنا البت دي حاجة ما تتسابش. معقول يوسف الدقاق؟ سلام وقول من رب الرحيم. ايه يا حاج جاد مالك؟ كنت شفت مين يعني؟ اتخضيت ليه قوي كده ما شفتني؟ اصل سبحان الله لسه شايفك في الموسك في مصر من يومين، الاقيك في موسك الصين النهارده معقوله؟ بسبعة ارواح بقى بدعنك.
ايه بقالك قد ايه هنا؟ بقالي اسبوع. وانت؟ انا اكتر منك بشويه. اهلا وسهلا. اعرفك اعرفك كوكو. دي من عيله مين في الصين يا كوكو؟ الله 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 الله، ده انت بقيت شيخ حاره اهو في الصين يا حجاج. اعرف الصين؟ انا اعرفها زقاق زقاق وحاره حاره. والمره دي بقى هجيب بضاعه مش هتعرفوا تضربوها خالص يا يوسف يا دقاق. عارف ليه؟ لان انا بقى واصل لجدي كوكو اللي انت بتقول عليها دي. ما تخلينيش اطلع عليك الحاج سيد بنفسه. وانت شايفه يعني شايلني من دماغه. المهم يا جو، اي اوامر هنا في الصين تحت امرك. الله يكرمك، كلك واجب. انت ان شاء الله مسافر امتى يا عم؟ مسافر فين يا عم؟ انت اللي مسافر امتى؟ انا قدامي يومين كده. وانت؟ بعديك بشويه ان شاء الله، بعديك بشويه. طيب سلام بقى عشان استاذن. الله. ايه على فين يا حاج؟ عندي ميعاد مع لولو بنت عم كوكو. والله. طب خد بالك ان الفرع اللي بتتكلم عنه ده فيه مضروب كتير. بس مش فرز رابع يا يوسف ده. سلام سلام يا كوكو. مشيني مع فرخه صيني. ترى ايه اللي مرعك علينا قوي كده يا جاد؟ انا اعرف. يلا جبت لي الكلام، بيقول عليك فرز رابع. الو الو. ايوه يا حاج. ايوه يا حاج. الاخبار مش حلوه بصراحه، مش حلوه الاخبار، مش حلوه. بقول لك هو في غيره الزفت اللي اسمه جاد كمان عامل زرمه. ها هو الزفت ده. وبعدين بقى يا حكايه جاد دي؟ واحنا في كل خرابه هيطلع لنا جد؟ لا اله الا الله. لا اشوف لك حل. وبعدين يا يوسف يا ابني ده انت حبيبي. انا جاد ده من ساعه ما قبل كده ادانا زومبا وعمل الصفقه بتاع الساعات دي، انا بعديها جبته الارض كتاف. وبعدين بقى يا ابني يا يوسف شوف لك حل. ده انت دلوقتي بتقول حافظ الصين دي زي ما تكون مصر واكتر. خلاص اتصرف. انا المهم عندي تجيب لي ارخص سعر. ايوه انا اعرف انهم بيعملوا الحاجه فرز اول وتاني وتالت. شوف لي فرز خامس سادس اي حاجه. لا بقول لك ايه، انا مش عايزك تحمل هم خالص. يعني انا عايز ابيع الجلد هنا بسعر ما يتذكرش. خلي جاد بقى يشرب الجلد اللي هو جابه في الكونتينرات ده. اسمعوا انا، انت حبيبي يا يوسف وانت عارف دلوقتي يا ابني البلد اللي انت فيها دي متقدمه قوي. ايوه يا ابني ابوك الحمد لله ربنا كرمني ومساعدني بكل حاجه، بس المثل برضو بيقول اسعى عبد وانا اسعى معاك. فانا عايزك تساعدني يا ابني. شوف لي يكونوا عملوا عندهم حبوب جديده كده مقويه ربنا يكرمنا فيها. خلاص طمن يا حاج. يلا مع الف سلام. مع السلامه يا حاج. سلام. الله يخرب بيتك يا جاد، عكرت مزاجي وخليته زي الزفت. الله يخرب. الو ازيك يا عفاف؟ سي وحيد ازيك انت؟ ابوك عامل ايه دلوقتي؟ الحمد لله كويس. انا هدخل اطمن عليه. امك جوه؟ موجوده. قولي لي انت بطلتي تنزلي تقفي في السوق ولا لا؟ بطلت، بس ابويا قال لي اني لازم انزل اشتغل. هو انتوا ناقصكوا حاجه يا عفاف؟ ربنا يخليك لينا يا سوحي. اتفضل اتفضل تعالى. يما وحيد جاي يسلم عليك. والله ما انت قايمه يا ست الشفيعه. هقوم لعز منك يا وحيد يا ابني. ده انا زي ابنك برضه. والله لو ابني من خلدي مش هيعمل كل اللي انت بتعمله معانا ده كله. انتوا تستاهلوا كل خير.
عم متولي عامل ايه؟ من ساعة ما خد الدواء وهو نايم فصحوله. لا لا خليه نايم ولما يصحى ادوله شوية الفاكهة دول خلوه ياكل ويرم عظمه. وانت يا عفاف ركزي مع امك شوية. وبعدين معاك يا وحيد يا ابني هتفضل شغل نفسك بينا كده على طول؟ بس اقول لك ايه، في الهي ربنا يقعده لك في صحتك وعافيتك ويبعد عنك الهم والظلم. ربنا يديك الصحة يا عم متولي، وما يحرمناش منك ابدا. وبعدين انا بحس ان انتوا اهلي ومسؤولين مني، مش تعبني غير البت عفاف. هو انا بس كنت عملت لك ايه يا وحيد؟ انت دايما كده تفتري عليا. بقول لك ايه، ليك عندنا شويه مواعين قديمه اجيبهم لك؟ هاتيهم. ماشي. مش هتاكل معانا لقمه يا وحيد يا ابني؟ المره الجايه ان شاء الله يا دوب اشوف شغل.